أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله مستقيم وإن الله لهادي الذين آمنوا صدق الله العظيم.